واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال بعض العلماء معنى بأعيننا هنا مع إثباتنا صفة العينين لله، والمعنى أيضا بمرأى منا، فإنك بأعيننا بمرأى منا، لنا نثبت صفة العينين لله، قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير، وتلا رسولنا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعه الخنصر إلى عينه وبالإبهام في الأذن، فقال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم من ماذا؟ قيل حين تقوم إلى الصلاة سبح صلي حين تقوم، فكثيرا ما يطلق التسبيح على الصلاة، ومن العلماء من قال سبح حين تقوم للصلاة أي سبح في الصلاة، وثمة أقوال أخرى ومن الليل فسبحه أي صلي له، وهذا يؤكد أن سبح بحمد ربك حين تقوم لصلاة الصبح حين تقوم من النوم، ومن الليل فسبحه أي فصلي له، وإدبار النجوم، وإدبار النجوم قال بعض العلماء هما الركعتان بعد المغرب، وقيل إدبار النجوم العشاء، وهنالك أقوال أخر كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.